هاي صباح شو الاخبار؟ مساء الخير، كيفكم؟ اهلا وسهلا. ميرسي. هيك تاكلنا ننقل اغراضنا. ايه مبسوطين نحن. انا بعرفك قبل وكلنا بنعرفك قبل، واليوم هيك حابين الناس كلها، في الوف الناس بتحضرنا، بقى حابين هيك نتعرف عليك. وجويس بركي عندها اسئله. حبلش معي. توني، كثير ناس يمكن بتعرف بخصوص بلبنان، بتعرف شو صار، بس قبل ما نوصل ونعرف كيف ناس عرفت عليكم، بدنا نعرف انت توني قبل كيف ربيت، كيف كانت حياتك، شو بتعمل، شو بتشتغل، عائله، اوكي باك جراوند. اول شيء بونسوار، مساء الخير للجميع. كثير مبسوط انا قاعد بيناتكم اليوم بهالحلقه، ويكون يسوع المسيح جمعنا مش حدا ثاني. اسمي توني اشقر، عمري 32 سنه، دارس هندسه كهرباء، وبشتغل باحد المصارف بلبنان. رح اعطي اذا بدكم مختصر عن نبذه عن حياتي. يعني ولدت بعائله مسيحيه ملتزمه جدا. اول ما بوعى الحياه بوعى على ناس وقرايب كثير عنا بقلب البيت، عم بيخدمونا، عم بيكونوا حدنا بكل شيء. واول ما بوعى هيك بعرف انه امي كانت مريضه بمرض السرطان. كانوا الاطباء حددوا مهله امي فيها تعيش فيها حوالي 3 اشهر كحد اقصى. وامي شفيت بفضل ايمانها وصلاتها ليسوع المسيح. وشفاء امي خلق عنا بالبيت مثل حاله شكر، حاله انه علاقه مع يسوع المسيح، لانه امي شفيت وبعدها طيبه لحديت هلا. وربينا هيك كولد انا وميريام اختي اكبر مني، وفي كريستيان اصغر مني واليان اصغر مني. نحن اربعه بالبيت وامي وبيي. ربينا على هالنمط، شكر ليسوع المسيح. وكان هذا الشيء عم بيتجسد ب ب بالطقوس الكنسيه، الاداديس، التسعويات، بكل هالامور. وربينا هالتربيه المسيحيه الصالحه. بتذكر نحن وصغار كانت امي قبل ما ننام ما تقبل نقلها بونوي او تصبح على خير قبل ما نكون صلينا، تتاكد هي وبيي اذا ركعنا وصلينا نحن وصغار. حلو. شو هالمثل؟ ايه هيدا الشيء كنا عم نربى عليه، ما كنا عم نعرف ليه، بس كنا عم نربى عليه. عم نكبر عم نتنشا او عم نشرب هالحياه المسيحيه، هالحياه الصلاه. حلو. لوقت ما بلشنا نكبر شوي ونستحي كيف انه عم نصلي وكيف ليش نحن هيك وغيرنا لا، ليه انا بدي اروح قداس الاحد، ليه غير عالم ما بيروحوا. بلشنا نكبر حتى بس نفوت على القداس اربعه اخوه واثنين سته نكون نستحي. بلش اللعب يمكن كمان بالكنيسه. لا حتى يستحوا يمكن انه شو هالتخلف. مزبوط. نستحي كيف نفوت سته مع بعض، انه انا انطر ورا نفوتوا خمسه ارجع افوت لحالي انا ثاني، لانه انا ما خصني فيهم. بلشت هيك مع العمر يعني. فتت على المدرسة وكنت متفوق جدا بالمدرسة، متفوق جدا لدرجة مش ذاكر عمل فحص آخر السنة. كانوا متفوقين ما يعملون فحص آخر السنة. هيدا الشيء كان عم يخلق عندي غرور وهيك مثل فوقية وطبقية على العالم، أنه أنا أشطر وأنا أحسن وأنا أزكى وأنا أجمل وأنا أقوى. كنت بكل مجال فوت فيه نبش، مش بس أنه أكون الأول، أتفوق وأكون أقرب واحد عني بعيد كتير. ان كان بالرياضه لعبت فولي بول ولعبت بالدرجه الممتازه يعني، ان كان بالكشافه فتت على الكشافه ووصلت لاعلى المراكز. ما كنت خلي شيء فوت فيه الا ما اكون الاول، وهذا الشيء كان عم يخلق عندي غرور من جوا، عم يخلق عندي تميز. ما كنت عارف انه الله عم بيعطيني ويسوع هالوزنات، عم بيعطيني هالمواهب وهالنعم. كنت عم فكر تحصيل حاصل لإلك كانه يعني. فتت على الجامعة كمان. هون صرت عم تبعد؟ هون يعني هون كيف؟ انه وين كنت بالقصة صرت مع يسوع؟ ليك شو، انا بطبعي كنت كل شيء باخده بحب خليه معي. اوكي. خليه على جنب، نيمه يمكن، بس يضل معي. وهيك كان يسوع المسيح. كان دايما معي يسوع، ولا مرة تخليت عن يسوع، بس كنت نايمه ليسوع على جنب، انه هلا مش هلا وقتك. مش بحاجة. هلا مش وقتك. عم بتفوق وكل شيء منيح. مزبوط، كله حطه كأنا عم بكتسبوا هذا الشيء، بس ما كنت عارف انه هذا هو يسوع. كان يسوع على جنب دائما حاضر، ساعات بكون عندي عازه، ساعات عندي خوف، ساعات عندي شيء بدي اياه، يا يسوع وينك، بدي هيك بدي هيك. وكان اذا بدكم شوي في علاقه خوف،
انه انا اذا تخليت عن يسوع بده يضرب لي او بده حدا يمرض من عائلتي او حدا يصير له شيء. ليش؟ لانه يسوع انا وعيت انه يسوع شفى امي. فاذا اذا تخليت عن يسوع المسيح بده يصير شيء، مثل علاقه عبد بسيده. في هالفتور بالعلاقه، هالخوف انه هذا السيد بده يضربني اذا ما بعمل له اللي بده اياه. يعني ما في كثير حنيه البي انه لو ما عملت ما كنت تعرفها. ابدا ابدا ابدا، علاقه عبد بسيده. اوكي، عارف انه الرب سيد الكون وخالق كل الكون وكل القوه معه، بس ما بدي زعله بمطرح ظاهر، زعله بمطرح خفيه. فيها معلومات بالفكر كانه، بس ما فيها الحب محبه بالقلب، ما كان فيها العلاقه الشخصيه، ما كان فيها العلاقه الشخصيه، علاقه بي بابنه ما كانت، كانت معدومه، كانت علاقه عبد بسيده. طب هون اذا نطينا ورحنا شوي، لان انا سامع بارت من القصه، حققت اهداف بالشغل وصرت تسافر كثير. مزبوط. هونيك شو صار كمان؟ لانه اللي عم يسمعوك اللي عم يسافروا هلا وبعدهم دم فاير ومبسوطين ومحققين ذاتهم، شو كنت تحس هونيك؟ لخبرك، انا كان مثل كل هالشباب همي سافر برات لبنان، اعمل الكارير تبعي، كون عم بحقق ذاتي. هودي مش غلط ابدا، أكيد. بس ما يكونوا الاساس. ما كان يسوع المسيح اساس بحياتي. قمت بفتره كنت بدي سافر وانقبلت بشغل، حسيت بقوه داخليه بجوا بتقول لي توني لا، بدي اياك بلبنان، بدي اياك، عايزك بلبنان. هذا كان صوت الرب، بس ما كنت قادر ميز انه هذا صوت الرب. وهذا الشغل بلبنان سمح لي سافر على بلدان كثيره. سافرت عن جد لاقاصي الارض، كيف بيقولوا لاربع زوايا الارض سافرت عليهم. سافرت على افريقيا السوداء، على الصحراء، سافرت على سيبيريا مطرح ماينس ناقص 40 الحراره، سافرت على كل الدول العربية. وكنت بهول السفرات مثل ما عم بيحكي رواد، كنت اختبر شيء. كنت اختبر فرح، كنت اختبر سلام، كنت اختبر قوة مش شاعر فيها بحياتي. بشوف هالخليقة، بشوف هالطبيعة، بشوف هالأعراق وهالأجناس، هالعالم، هشوف هالمسافات، هالقد هالشيء اللي ربنا خلقه. كنت عم بختبر سلام، عم بختبر فرح، عم بختبر كلمة الله عم بيحكيني، عم بيقلي شوف قد ايه عظيم انا، شوف قد ايه عندي جبروت، انا خالق هالكون كله اللي عم بتشوفه، هالثلج، هالصحراء، هالوديان، هالجبال. انت هون كنت ماشي على طريق وحبه كثير وعندك علاقه بينك وبينه، او بس عم تختبرها هيك؟ لا لا لا، او كنت العكس؟ كنت عم بختبرها هيك، كنت عم بختبرها. وكانت مثل ما بيقول بالرؤيا، انا واقف على بابك وعم بدق، عم ناطر انه تفتح لي الباب، واذا فتحت الباب بدي اتعشق انا وياك. بوقتها ليه ما كنت عم تفتح الباب؟ انا دائما بسال هالاسئله لانه بيكون في ناس ناطين هلا على الهوا عم بيقولوا انا مثل توني او رواد، لان نحن مخبين قصتنا، ليه ما كنت عم تفتح الباب؟ كان في اشياء بالحياه همتك اكثر؟ اكيد اكيد، كان هممني انا، كان هممني انا انجح، انا اكون ظاهر، انا يكونوا كل العالم منعجبين فيي، ان كان البنات، ان كان الشباب، مين ما كان، بدي اكون انا ظاهر، انا هالنجم اللامع، بدي احقق ذاتي، بدي جمع مصاري، بدي سلطة، بدي شغل كون نافذ فيه، بدي هالغرور، هالشهرة، بدي هون كلهم هاو لإلي. هيدا الشيء كنت عم بسعاله، هيدا الشيء كنت عم بركض عليه، هيدا الشيء اللي كنت بضفيري إذا بدكن عم جرب ناله، وحطت يسوع على جنب، نيمه ليسوع، هلا مش بحاجة لإله، في مصاري، في شهرة، في سلطة، في نفوذ، مش بحاجة ليسوع، كنت حطه على جنب.